Studies Alive هي قناة دراسية تختص بشكل أساسي بدراسة الطب. في هذه القناة ستجد بناء من الصفر لطلاب الطب بشكل أساسي ولطلاب الاختصاصات الأخرى بشكل عام. ففي القناة دراسة للعلوم الأساسية المشتركة ما بين عدد كبير من الاختصاصات التي تهتم بدراسة الجسم البشري. فطلاب طب الأسنان والصيدلة والتقنيات الطبية والعلاج الطبيعي والفيزياء الطبية وغيرها من الكليات الصحية بمختلف أقسامه، وكلية العلوم بأقسامها المهتمة بدراسة ما يتعلق بالجسم البشري. فكل هذه الاختصاصات ستشترك بمواد كثيرة مع الطب. تمتاز هذه القناة بطول فيديوهاتها، ولكن الغاية هو البناء، والبناء يحتاج إلى وقت. ولكن هنالك ميزة التصفح بمواضيع الفيديو وحضور فقط الموضوع الذي يهمك من الفيديو. هذا هو شكل اليوتيوب من الحاسوب. كما تلاحظون أسفل في وصف الفيديو ستجدون جميع الروابط التي ستحتاجونها، منها للتواصل معي شخصيا، ومنها أيضا الروابط التي ستحولكم إلى قناة التليجرام أو إلى الجوجل درايف للحصول على ملفات PDF. وكما تلاحظون أيضا هذه من شاشة الآيباد، وأيضا هذه من شاشة الهاتف. وأيضا في جميع الأحوال ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو، فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو، لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل. خياراتنا في الحياة تحدد ما نحن عليه، وأنا أعتقد بصدق أن اختيارك للدراسة على هذه القناة هو خيار موفق لبناء مستقبل جميل. فما أجمل أن يتقن الإنسان علمه وعمله. أنا عبد الرحمن، طالب طب في جامعة الكوفة، وقد درست قبل ذلك سنة في الجامعة اللبنانية وسنة في جامعة بيروت العربية. وأنا أقترح أولا دراسة المقدمة عن علم التشريح كبداية أكثر من رائعة مع هذه القناة، وكذلك ستجد امتحانات تساعدك على تقييم نفسك من خلال هذه القناة، بالإضافة إلى وجود سلاسل فيديوهات لشرح عميق جدا لمناطق الجسم البشري. باختصار، أنا أطمح لعمل جامعة إلكترونية على اليوتيوب. حتى الآن هذه القناة تسير في طريقها لأن تكون مرجع فيديوي في علم التشريح البشري لجميع الاختصاصات. أنا سأسعد كثيرا جدا لو توج مجهودي هذا بفائدتكم.